بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته علينا أمين. وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعصرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه، واعرضوا عنهم، لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم، وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء. لأن طاعتكم زاعت إلى الجميع، فأفرح أنا بكم، وأريد أن تكونوا حكماء للخير وبسطاء للشر. وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعاً. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم، أمين. يسلم عليكم تيموساوس العامل معي، ولوكيوس، وياسون، وسوسي باتروس أنسبائي. أنا تريتيوس كاتب هذه الرسالة أسلم عليكم في الرب. يسلم عليكم غايوس مضيفي ومضيف الكنيسة كلها. يسلم عليكم أرستوس خازن المدينة وكوراتوس الأخ. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، أمين. وللقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية حسب أمر الإله الأزلي لإطاعة الإيمان. لله الحكيم وحده بيسوع المسيح له المجد إلى الأبد، آمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي جميعا، آمين. الكاس لكم، فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركته علينا أمين. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أنكم تأخذون دينونة الأعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. وذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. وذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. هكذا اللسان هو عضو صغير ويتكلم بالعظائم. وذا نار قليلة أي وقود تحرق، فاللسان نار عالم الإثم. هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسد كله ويحرق دائرة الكون ويضرم من جهنم. لأن كل طبع للوحوش والطيور والهوام والتي في البحار تذلل، وقد تذلل للطبيعة البشرية. وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله، هو شر لا يضبط مملوء سم الموت. به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس
الذين خلقهم الله على شبهه. من الفم الواحد تخرج البركة واللعنة. لا يجب يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ألعل الينبوع ينبع من العين الواحدة نفسها العذب والمرة؟ هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ فكذلك لا يمكن المالح أن يصير ماء عذبا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة، فلتكن معنا. أمين. ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. فلما قرع بطرس باب الدهليز جاءت جارية اسمها روضة لتسمع، فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل ركضت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف قدام الباب. فقالوا لها: أنت تهزين. وأما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو، فقالوا: إنه ملاكه. وأما بطرس فلبس يقرع، فلما فتحوا ورأوه اندهشوا، فأشار إليهم بيده ليسكتوا، وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن، وقال: أخبروا يعقوب والإخوة بهذا. ثم خرج وذهب إلى موضع آخر. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر: ترى ماذا جرى لبطرس؟ وأما هيرودس فلما طلبه ولم يجده فحص الحراس وأمر أن ينقادوا إلى القتل. ثم نزل من اليهودية إلى قيصرية وأقام هناك، وكان هيرودس ساخطا على السوريين والصيداويين، فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك. ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم تقتات من كورة الملك. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب: هذا صوت إله لا صوت إنسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي واحد برمهان أحسن الرب استقباله ويعيده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة تنيح القديس مرقورة أسقف تلبانة، وحاليا اسمها تلوانة، تابعة لمركز الباجور محافظة المنوفية. قدسنا الأنبا مرقورة
بعد ما تم اختياره يكون أسقف، ربنا سمح له بمرض البرص فجأة، فحزن جدا لأنه مش هيقدر يخدم شعبه علشان هو مرض صعب في شكل الجسم كله وكمان معدي. راح للبابا البطريرك الأنبا زخارياس وطلب منه يصلي من أجله علشان ربنا يشفيه، والبابا اتأثر جدا علشان المرض ده وفعلا كان بيصلي من أجله. راح الأنبا مركورة على كنيسة في قرية تابعة للإبرشية اللي هو أسقف عليها، وكانت على اسم القديسة العذراء مريم، وحبس نفسه فيها 3 أيام وقعد يصلي كتير قدام أيقونتها وكان صايم، ولما تعب جدا نام وهو ساند راسه على الأيقونة، وشعر إن العذراء مريم مدت إيدها ومسحت جسمه كله، ولما فاق قعد يبص في جسمه لقى المرض مش موجود، وعرف إن ربنا شفاه بشفاعة العذراء مريم والدة الإله. فرح جدا وصلى صلاة الشكر وطلب من كاهن الكنيسة إنه يحضر ويصلي معاه تمجيد للعذراء مريم. وراح بسرعة الأنبا مرقورة على البطريرك البابا زخارياس علشان يفرحه وكمان يشكره لأنه صلى من أجله إن ربنا يشفيه. فرح جدا البابا وقال له ارجع لإبروشيتك وشعبك وصلي قداس أشكر ربنا إنه شفاك، وفعلا رجع لشعبه ورعاهم أحسن رعاية، ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام. بركة صلواته تكون معانا آمين. وزي النهاردة كمان استشهد القديسان مقرونيوس وتكلا، واستشهد القديس ألكسندروس اللي كان جندي في جيش الإمبراطور ماكسيميانوس في روما، ولما طلب منه يبخر ويقدم ذبيحة للأوثان رفض وعذبه كتير جدا، لكن يا حبايبي ربنا كان بيقويه ويرجعه سليم، واتغاظ جدا وأمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة. وكمان زي النهاردة تنيح القديس ناركيسوس أسقف بيت المقدس في أورشليم، وتنيح الراهب جرجس ابن العميد الشهير بابن المكين. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا آمين. نظير اسمك يا الله تسبيحك إلى أقاصي الأرض، يمينك ملآنة بالران يفرح جبل صهيون، تبتهج بنات يهوذا من أجل أحكامك. هللويا مبارك لك باسم الرب إله القوة، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح،
ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وإذا واحد تقدم وقال له: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون للحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد هو الله، ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. قال له: أية الوصايا؟ فقال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، اكرم أباك وأمك، واحب قريبك كنفسك. قال له الشاب: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوزني بعد؟ قال له يسوع: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. وأقول لكم أيضا: إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين: إذن من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم: هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. فجاب بطرس حينئذ وقال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم، أنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد. متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده، تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 12. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، وآخرون أولين.